بسبب نفاد الأدوية وعدد من المستلزمات الطبية الأساسية، تتضاعف معاناة المرضى في محافظة السليمانية، وتوضع مستشفيات المدينة وكوادرها في حرج غير مسبوق. مشكلة نقص الأدوية في السليمانية ليست بجديدة، حيث بدأت بعد تفشي جائحة كورونا قبل سنتين، لكنها بلغت أوجها في الأيام القليلة الماضية. ولا يعرف أحد ما هو السبب بالضبط، لكن كوادر طبية قالت إن نقص الدعم الحكومي على خلفية مشاكل بين شركات الأدوية وبين الجهات الحكومية انعكس على توفر الدواء للسكان. لا نعرف تماما ما هو السبب، لكننا نرفع طلبا في كل مرة إلى مديرية الصحة في السليمانية، لكن ما يقال أن هناك مشكلة بين الجهات الحكومية وشركات الأدوية أبرزها نفاذ الأموال في مصارف المدينة. عدم الحصول على إيضاح مناسب حول سبب تفاقم نقص العلاج في السليمانية أجبر عددا من الأطباء للتحدث للرأي العام لإيضاح ما يحصل من تطورات. لم نحصل على أعذار مقنعة بشأن نقص الأدوية من قبل الجهات المعنية، لذلك رفعنا المسألة إلى الرأي العام. المشكلة على الأغلب موجودة في مستشفيات الأطفال والولادة، ووصلت المشكلة إلى مستوى مديرية الصحة. للأسف الوضع خطير. وليست المستشفيات وحدها تعاني من مشكلة نقص الأدوية، بل تمتد الأزمة إلى مصارف الدم ومختبرات التحاليل المرضية في المدينة. المشكلة بنفاذ الأدوية في مختبر الدم، لأن كمية الدم الواردة إلى المختبر يومياً بحاجة إلى فحوصات لها للتأكد من جودتها وسلامتها من الأمراض، لكن مواد الفحص تلك غير متوفرة رغم مطالباتنا بضرورة توفيرها، والوضع سيء للغاية. حديث الكوادر الطبية عن مشكلة نقص الأدوية تؤيده مديرية الصحة العامة في السليمانية، حيث أكدت أن عدداً من المستشفيات علقت جزءاً كبيراً من خدماتها بسبب النقص الكبير في الأدوية والمستلزمات الطبية إلى أن تحل المشكلة.